الحزين الحقيقة مو القصير. أنا آسف نزلت الماء. لا فد ولا عمرك. بس فريق حبيب. الإعداد. الحمد لله. تمام. هذه الفقرة شوية فرفشة. أوكي. نختبر ذكائك. أوكي. إن شاء الله أنت ذكي. إن شاء الله. ماشي. أدي مجموعة صور مغوشة. تمام عليها ظل. ومن حقك تسألني 4 أسئلة. اذا عرفت اوكي اذا ما عرفت اقول لك يعني 4 حول الصوره اللي راح تطلع. بالتالي من حقك تسالني 4 أسئلة. تمام اوكي اوكي يلا شباب نشوف الصوره الاولى. مانشستر زين. هو لاعب اكيد يعني. نعم. مانشستر هاي زين. وين عايش الان؟ يلعب بالعراق. توقعت كريستيانو من هاي مالته. خلينا برا. اوكي بالعراق. ويا المنتخب يعني؟ نعم. اوكي والله ما حافظ اسماء المنتخب زحمه. اسكيب ما اوكي. خلي اسال بعد سؤالين. هي بعد الاثنين محاولتين. زين. هو وين يلعب بالمنتخب؟ بنادي هولندي. هو يلعب اوكي مركزه بالمنتخب؟ ما اعرف. بعد دا اقول لك يعني تعرفه صحيح مو؟ ما ادري. سكيب. اوكي سكيب. شباب طلعوا لنا الصوره. زيدان اقبال. زيدان. ما عرفته؟ لا. اوكي شباب الصوره اللي وراها. اوكي شنو يشتغل؟ عراقي ممثل. ممثل وين يمثل؟ أنا بعد عني وين. أوكي. أوكي 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 هو ما مبين يعني كلش مغوش. يمثل بولاية بطيخ. من شد في هذا هيك بس هو واحد عندهم شوية هيك رياضي مبين وهاي غسان. أنا قراوت لك الأمور ساعدتك بعد. تمام طلعونا الصورة شباب. تحية للحبيب والصديق غسان إسماعيل. ما شاء الله نبه. وهم عندهم أثير طويل كلش. ها. والبقية قصار. حلو. وبس هو يعني وسط. أوكي تمام. يلا شباب الصورة اللي وراها. 5 جلد. زين أوكي سووها أكيد. شنو يشتغل؟ ملحن. ملحن. يا اغنيه لحن ملحن الاف الاغاني يعني مو جديد يعني بين الشباب وبين الوسط بفتره من الفترات الملحن الاول. هو انت كنت تتذكر هاي نصرة البدر يكتبون هواي على بالاغاني بالاخير. احسنت. طلع منه مو بالشكل من الاغاني. تحيه اكيد للاستاذ نصرة البدر الصديق العزيز. كانت بفتره مرعبه يعني بالاغنيه. الاغاني كانت تقول نصرة البدر اول واحد مكتوب. سوى انتقاله. اي صحيح. بالفن. صحيح. العراقي. تمام. شلون شفت هاي الفقره؟ حلوه؟ حلوه والله لطيفه. انا عندي بعد فقره بس ما راح اخلي لك يعني انت ما مبين مشاغب وكذا وما ادري شنو. مبين هادئ مو؟ لا تمام.